أهلا بكم أعزائي. بعد متابعة التقرير يسرنا أن نتوقف عند المحطة الحوارية الأولى، ويسرنا من خلالها أن نلتقي المهندس سعد المحيلبي مدير إدارة أكيد المخطط الهيكلي في بلدية الكويت. أستاذ سعد، أمسي عليك بالخير، سعيدة جدا بتواجدك معي، وخصوصا أن احنا نسلط الضوء على موضوع جدا مهم. يا أهلا، مساكم الله بالخير، وأنا سعيد بهذا اللقاء. بداية نعطي أسادة المشاهدين فكرة عن التخطيط الاستراتيجي ويعني هدف التخطيط الاستراتيجي في تحقيق التنمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا التخطيط الاستراتيجي يعني أحد مكونات الخطة التنموية التي يرسمها القطاع العام لبلدية الكويت في جعل الكويت يلبي الرغبة الأميرية السامية بجعل الكويت مركز مالي وتجاري. هذا الخط العريض العام للتخطيط الاستراتيجي الذي يرسم له المخطط في بلدية الكويت. والتخطيط الاستراتيجي معروف أن هو تخطيط عمراني، إذا حصرناه في الجانب العمراني الخاص في رسم السياسة المستقبلية للنمو العمراني في دولة الكويت. إذا تكلمنا عن موضوع ما يحقق التنمية المستدامة كهدف سامي وهدف عام بعملية ربط المكونات الثلاثة المهمة اللي هي تتكلم عن الاقتصاد والمجتمع والبيئة. نعم، إذن المقومات الأساسية للتنمية العمرانية ونقدر نقول يعني هذه التنمية المستقبلية. الثلاث مقومات اللي حضرتك ذكرتهم. نعم. طيب، النتائج اللي تم استخلاصها من الدراسات السابقة نقدر نقول تحسين نوعية البيئة العمرانية في دولتنا الحبيبة الكويت. طبعا احنا لما نتكلم عن التنمية المستدامة فهي مجموعة عوامل تتكلم عن هدف استراتيجي للدولة، اللي ذكرنا أن التنمية المستدامة المتعلقة بالمكونات الثلاثة: الجانب الاقتصادي والجانب المجتمعي والجانب البيئي. الجانب المجتمعي وهو يعني حقيقة باب واسع من أبواب البلدية في عملية رسم السياسة العمرانية للدولة في جعل أهم مخرجات التنمية في تحقيق العوامل الرئيسية لأي مجتمع في الدولة. ما هي العوامل الرئيسية لأي مجتمع؟ هناك أربع عوامل رئيسية، هي السكن والخدمات، وأقصد فيها الخدمات طبعا خدمات تعليمية وخدمات صحية وغيرها، والمرافق وهي البنى التحتية، والعامل الرابع هو فرص العمل. نعم. هذه المكونات الأربعة هي الهدف العام ونتائج التي يرسم لها المخطط في عملية تحقيق التوازن مع عامل خامس مهم وهو النمو السكاني. احنا ننظر إلى زيادة مضطردة للنمو لله الحمد لدولة الكويت، للكويتيين وغير الكويتيين. نعم. طبعا نمو السكان الكويتيين تقريبا ثابت بسبب يعني الثبات الاجتماعي، الثبات يعني المجتمعي، لكن هناك اختلاف الحقيقة كبير نعاني منه في عملية الاختلاف في النمو الغير كويتي، الغير المواطنين. هناك حقيقة اختلاف كبير، يمكن من خلال المحاور اللي راح نتكلم عنها بعد شوي، هو عملية إعادة دراسة المخطط الهيكلي وفق التغيرات اللي صارت من خلال الاختلاف في مخرجات المخطط الهيكلي. فالمخرجات الرئيسية هي السكن والمرافق والخدمات وفرص العمل، وأوجدت يعني أوجدت حتى تكون مرفد هام للزيادة السكانية المستقبلية. نعم، خلينا نتكلم عن المناطق الحضرية اللي هي المأهولة بالسكان. يعني هناك هدف خاص واستراتيجي للخطة الهيكلية لهذه المناطق. نعم، خلينا نتكلم عنها. طبعا أهمية المنطقة الحضرية كونها مأهولة بالسكان، وهي تقريبا أخذت ما يقارب 98% من السكان في المنطقة الحضرية في مساحة الحقيقة يعني قليلة جدا لما تقارنها بمساحة الكويت بشكل عام. نتكلم عن 6-7% من مساحة المنطقة الحضرية يسكنها 98% من التعداد السكان، وهذا الحقيقة اختلال كبير. احنا في البلدية وفي مراجعات المخطط الهيكلي هناك حقيقة يعني يجب ان تكون هناك توازن بين التوزع السكاني على بقعة الارض. فالمنطقة المأهولة بالسكان، اذا الخلل وين في بالضبط؟ الخلل في ان هناك تكدس في المنطقة المأهولة بالسكان حاليا، وعدم بناء مساكن ومناطق جديدة تستوعب الزيادة المستقبلية وتخفف على الضغط القائم حاليا على المنطقة الحضرية. احنا نقول توقعنا في 2008 أن لا يزيد عدد السكان عن 2,800,000. حق أي سنة؟ في 2008. توقعاتكم توقعاتنا في 2008. لما عددنا تم إعداد المرسوم من قبل الحضر صاحب السمو انتهى في 2008. كنا نتوقع أن يوصل تعداد السكان إلى 3 ملايين على حد أقصى،
3 ملايين. لا نزال في المنطقة الحضرية في نفس المساحة وبسكان يزيد عن 4,200,000 نسمة في نفس المنطقة الحضرية. لما درست المنطقة الحضرية وحاجتها من المرافق والخدمات بنيت على هذا الرقم، على رقم الثلاثة، على رقم الثلاثة. فحاليا الحقيقة الكل يعاني ويلاحظ في الضغط على الطرق، الضغط على المرافق، الضغط على الخدمات، فيجب أن تكون هناك حاجة مراجعة جديدة حتى تكون تستوعب الزيادة المستقبلية، أو أن تعامل ويعاد يعني معالجة الوضع القائم الحالي في المنطقة الحضرية في إيجاد بعض المساحات للمرافق والخدمات المستقبلية. نعم. طيب سعد، أنت لما توقعت رقم ثلاثة ليش ما حطيت الزيادة؟ يعني نقدر نقول يعني هو توقع. نعم. وعلى أساس هذا التوقع أنا لازم أحدد يعني وأخطط. هذا السؤال مهم الحقيقة. من ميزة المخطط الهيكلي إنه يراجع كل 5 سنوات، يعني ما هي دراسة جامدة، تراجع كل 5 سنوات. والحين في المراجعة الأولى الحالية من واجبنا أن نقوم بمراجعة ما تم دراسته أو اقتراحه في 2008. ليش ما قدرنا إحنا بزيادة يعني أكثر؟ الحقيقة إحنا نظرتنا نقول أن المساحة الصغيرة للمنطقة الحضرية المأهولة حاليا مساحة صغيرة، نرسم لها نرسم يعني باستغلال البقعة الجغرافية الكاملة للدولة، فأوجدنا مناطق سكنية خارج المنطقة الحضرية تستوعب هذه الزيادة السكانية، لكن للأسف الحقيقة ما تنفذت، فظلت الزيادة السكانية متكدسة على المنطقة الحضرية. ولا لو قدرنا أن بنفس المشكلة أن تكون بنفس المساحة، ما يعني كان هدف أن حسن استغلال، أحد أهداف المخطط الهيكلي حسن استغلال جميع أراضي الدولة بوضع مناطق سكنية وغيرها، فأوجدنا مناطق سكنية للزيادة، لكن ما تم الحقيقة. وهذا من ضمن الأهداف اللي ذكرت لك إياها، أن الحقيقة لم يتم تنفيذ المناطق الثانية علشان تستوعب الزيادة السكانية. ولا نقدر نقول إحنا 5 ملايين مثلا وتكون في ضغط على المنطقة الحضرية، لكن تبقى هي منطقة محدودة بمساحة محددة. إحنا يعني من قدرنا أن يكون من الشرق الخليج العربي، ومن الغرب مساحات وآبار نفط لا يمكن التنازل عنها، فهي منطقة جغرافية يعني لها شكل ولها حيز من المساحة. نعم. طيب بالنسبة لمشروع عاصمة 2030، نعم، خلينا نتكلم عن هذا المشروع. هو تم يعني هذا المشروع في 2010. نعم صحيح. شنو الهدف من هذا المشروع؟ طبعا المخرج الثالث من المخطط الهيكلي هو العاصمة، يعني كانت مكونات المخطط الهيكلي استراتيجية العامة للدولة، الدولة ككل بمساحتها، ثم المنطقة المأهولة بالسكان المنطقة الحضرية، ثم سكيل أصغر وهي العاصمة، كونها عاصمة الدولة ولها ميزة مميزة، يعني فيها مركز الحكم، فيها مجلس الأمة، فيها البورصة، فيها مكونات مهمة يجب دراستها على يعني على انفراد. فكانت دراسة الكويت عاصمة الكويت 2030، أعدنا دراسة المساحات الغير مستغلة كالمرقاب حاليا بمساحات كبيرة، مناطق صممت وفيها سلبيات حقيقة تخطيطية واضحة مثل مجمع الصوابر، مثل سوق شرق، مثل عفوا شرق الصناعية. بس أرجع حق مصطلح أستاذ سعد اللي هو غير مساحة غير مستغلة. نعم. شنو يعني غير؟ هذه أرض كانت في السابق مخصصة لوزارة الأشغال ووزارة الداخلية كمخازن قديما، خصصت كمنطقة سكنية، ثم صار من الأجدى أن لا تكون منطقة سكنية داخل العاصمة بمساحات صغيرة، كون الأرض يعني ذات قيمة عالية وبالإمكان أنها تستوعب الرغبة الأمريكية بجعل الكويت مركز مالي. فأوجدنا تطوير للساحة الحالية في المرقاب بجعل هناك مركز مالي مميز مبني على يعني منشأة خاصة في للمؤتمرات، فنادق يعني بمميزات عالية، كليات تعليمية بس تخصصات نادرة، وكثافة طلابية قليلة جدا حتى لا تسبب ضغط على العاصمة في بعض التخصصات النادرة. أوجدنا كليات موجودة بالإضافة إلى ما يسمى بالميكستيوز اللي هو السكن المختلط اللي يشمل السكن والعمل والتجاري. هذا الحقيقة من خلال رؤيتنا في الكويت عاصمة الكويت 2030، هذه كانت رؤيتنا في إعادة تطوير المناطق الغير مستغلة، بالإضافة إلى تطوير الساحات والمساحات اللي غير السايد ووكس، المماشي والحدائق ومواقف السيارات وشارع مهم شارع عبد الله الأحمد،
هناك فرص الحقيقة طرحت، جاء يعني البلدية قاعدة الحين يعني تقدم لهيئة الشراكة في عملية استثمار هذه المكونات الرئيسية اللي هي تطوير شارع عبد الله الأحمد، تطوير ما يسمى بالكيوز Q1 Q2 Q3 اللي نشوفها الحين، سايد ووك، مساحات خضراء، نوافير، بعض الانترلوك الموجود في بعض الساحات تحتاج زيادة، نعم صح، لكن من خلال تطوير الكيوز هذه الكيو 1 كيو 2 إن شاء الله بإذن الله راح تكتمل خلال دراستنا للعاصمة إن شاء الله. نعم، هو تم هذا تم التوقيع 2010، نعم، و2013 2013 اعتمد من المجلس البلدي إذا ما خانتني الذاكرة أن تكون واجب، لأن إحنا دراساتنا تنتهي بعمل المستشار بإعداد الاستراتيجية، نرفعها للمجلس البلدي حتى تقر وتأخذ يعني قيد التنفيذ، ففعلا أنجزت وسلمناها لبعض القطاعات الخاصة بالمعنية مثل وزارة الأشغال، مثل وزارة الكهرباء، تنفيذ البنية التحتية داخل العاصمة حتى تتواكب مع الزيادة السكانية ل 2030. 2030 راح ينتهي ان شاء الله المشروع هذا. احنا طبعا مثل ما قلت لك ان شاء الله في مراجعه، اذا اللي ما يعني يكون في انحراف خاص لعدم التنفيذ راح يتم مراجعته واعاده الاستعجال في تنفيذه. نعم، يتم مراجعه تحديث المخطط الهيكلي للدوله سنه 2040 تقريبا، شنو هي ضروره تغيير مساره؟ ولله الحمد يعني طبعا في الفترة الأخيرة شكلت اللجنة العليا للمخطط الهيكلي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مجموعة وزراء، بالإضافة إلى فريق فني معني بدراسة مراجعة المخطط الهيكلي حتى يتواكب مع خطة التنمية، لأن أي انحراف بين خطة التنمية والمخطط الهيكلي يكون انحراف في التنفيذ. خطة التنمية هي سياسة عامة للدولة، استراتيجيات عامة للدولة، المنفذ لهذه الاستراتيجيات يتم عن طريق المخطط الهيكلي، وهو الذي يرتب بين هذه المشاريع، ينظم عملية الجدولة بينها، رصد الميزانيات، يقترح بعض الأمور الخاصة بتوجيهها إلى هذه ستيج نمبر 1 أو المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة. هذه من خلال مراجعتنا للمخطط الهيكلي، والحين يعني حاليا يتم التنسيق بين بلدية الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط في عملية إعادة المراجعة. طرح المشروع الحقيقة، وحاليا في تقييم العطاءات من المكاتب العالمية بمراجعة المخطط الهيكلي، وهذه اللي قلت لك عنها في البداية، ان اذا كان هناك اي انحراف في المخطط الهيكلي يتم من خلال المراجعة وإعادة المسار الى المسار الصحيح، لان فعلا السياسات او الرؤى الطويلة المدى على 30 سنة تحتاج الى مراجعات كل 5 سنوات، لان قد تكون هناك لا سمح الله كوارث بيئية، كوارث سياسية، كوارث مالية مثلا، نعم، يعني تكون المرحلة في عملية المراجعة وإعادة المسار إلى الخط الصحيح. نعم، أستاذ سعد المحيلبي مدير إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت، وصلنا معك للختام، إذا حاب تقول كلمة أخيرة. أبدا، سلامتكم والله يعطيكم العافية ومشكورين على هذه اللي وصلت. شكرا لك. إذا أعزائي أكيد متواصلين معكم بعد الفاصل وفقرات برنامج مساء الخير.